خصنا نحاسبوا هذا وزير الدفاع والمدير ولا الوزير ولا كيف ما كان نوعه على الساحل الجزائري اللي عطى لورد باش يقتلوا هذا الشاب هذا. نتحداك اذا كاين مسؤول مدلهم الامر، وانما طبقوا واش كاين فراسهم، طبقوا واش تعلموا في البحريه الجزائريه. تتعدى حدودك ينتهي وجودك. النقطه عد الى السطر. يا الجزائريين اسمعوا الاخره، خطير جدا. قال لك البريتيش راهم دايرين مظاهرات مليونيه، وقال لك راهم حابين يجيو للحدود تاع الجزائر كامل كيما هكذاك ويحتلوا الجزائر ويردوا على البحريه الجزائريه. المهم تخلطت تاع الصح، صدموا علينا. من نيتكم يا الجزائريين، من نيتكم. يا وهذه احلام المغربي، احلام اليقظه تاعو برك. راني مديت لكم تخمام البرتوشي في بالو انه كيدير مظاهرات زعما راح ياثر على الجزائر ولا ما على باليش. المهم راهم دايرين مظاهرات، واش نقول لكم، راهم قلبين الحاله. هذه المظاهرات ما شفناهاش من قبل، لا ضد المجاعه اللي حكمتهم لا ضد التطبيع، ما شفناهاش خلاص. لكن عندما يكون الطرف الجزائري بالطبع راح يتحركوا كامل لانه حاقدين علينا. وقلت لكم هذو الناس يستناو برك اصغر حاجه باش يتحركوا ضد الجزائر ويبداو يسبوا للجزائر ويخرجوا الحقد تاعهم. فانتوما كامل يا الجزائريين كيف كيف اهبطوا لتحت للتعليقات وخليوا رساله الى البحريه الجزائريه، وايضا افتخروا بالجزائريه تاعكم. وما تنساوش حاجه مهمه بالبزاف، انك تخلي اللايك تاعك، خلي اللايك تاعك خويا الجزائري. راني وحدي ضد الالاف من القنوات، راني نحارب وحدي من اجل الدفاع عن هذا الوطن، فخلي اللايك تاعك ما راك خاسر والو. الحمد لله يا جزائريين. تقولوا لي كيفاش الحمد لله؟ انعم ميه الحمد لله. المغربي جات 1% من الرجوله وقدر يخرج في مظاهرات. شفت الجزائري كيفاش يعلمك رجوله، يعلمك كيفاش تكون راجل، يعلمك تدافع عن الحقوق تاعك. لكن هذيك 1% تاعكم يا البراتيش والله ما تكفي. نشوفوا المظاهرات تاعهم يا الجزائريين. هادو ولادنا اللي ماتوا لينا، هادو جاوا من الجاليه باش يفرحوا في البلاد ديالنا، حتى كنتفاجئوا انهم باش يقتلوهم. هاد الناس هاد اعداء الله واعداء الوطن. حنا كنقولوا ديما خاوه. ما تقولش خاوه، ماناش خاوه. انتوما اللي راكم تقولوها وميمي سته تاعكم اللي راهو يقولها برك، هذا ما كان. حنا كنقولوا ديما خاوه، حتى كنتفاجئوا بهاد الشابين اللي كنشوفوا انهم قتلوهم في السعيديه. شنو ذنبهم هاد الناس؟ شنو ذنبهم؟ هاد التعامل ديال السلطه الجزائريه تعامل غير لائق ولا مسؤول. احنا كتشوفوا كيفاش ان جلاله الملك كيعطي التوصيات لجميع الخطابات ديالو، تيقول باننا حنا سلميين ومسالميين، وحنا بان الجزائريين خوتنا. وش بيك صاحبي، وش بيك؟ بالك تتعصر بزاف، دير كاش عفسة غير لائقة أمام الجميع. بالك كالمي روحك يا البرتوشي. يرحم باباك. بلاد المغرب بلاد المسامحة وبلاد السلم وبلاد الأمن وبلاد الأمان. الله يبارك بلاد المسامحة والأمان، يجيبوا لي بانو صهيون في الحدود ويحبوني نسكت. هذه هي، هذو هما البراتيش. ولكن بزاف واحد بزاف على زيد بزاف واحد اخرى باش تهضر، زيد بزاف واحد اخرى. شكون اللي عطى العيد باش يتقتل واحد من البلاد ديالنا؟ علاه هما يقتلوا في ولادنا وعينا ساكتين وعينا ما كنهضروش؟ كنقولوا بلاد الجوار حيت سيدنا الله يطلب دائما بالحوار وفتح الحدود لازم يا الجزائريين يجبدوا سيدهم، لازم يجبدوا سيدهم ويزيدوا له دعوه. يا جدك الدعوات اللي راهو يديها في النهار والله كفرت له على كامل الذنوب تاعو. السيد راهو خاليها، لكن المراه راك راح يدخلوه الجنه. هذا وقال بلي احنا مسالمين ومضامنين وباغي الاخوان ديالنا في السلم وبغينا نتصالحوا معاهم، ولكن تلاش الجنرالات ديالهم الكبرانات ديالهم ماشي في المستوى. كيسيو واحد البلاد اللي خربوها 45 عام وهما كيعطيو الفلوس من قبل واحد القضيه وهميه، قضيه ديال دوله ما كايناش، وخلاو الشعب ديالهم وحنا كيقتلونا كيقتلوا ولادنا وتا واحد ما كيهضر علينا. علاش ما نهضروش؟ ما فهمتش الجزائريين، يعني نورمالمون هنا يحكي فقط على القضيه تاع موت هذوك البراتيش تاعهم، ها نورمالمون كيما هكذا، يعني اي واحد كيما هكذا.
لكن حبيبنا هذا ودخل السياسة ودخل القضية الصحراء الغربية، خلط هذا في هذا. يا ولدي باش تعرفوا شحال راهم حاقدين، يستناو برك يعني يستناو كيما نقولوا كاش عفسة هكذا باش يخرجوا يهضروا ويفرغوا واش كاين في قلوبهم. هما كيفطروا بينا وكيتغداو بينا وكيتعشاو بينا، وحنا على وقفة احتجاجية سلمية ما قدرتوش تخليونا نهضروا. انا براسي مهدد في خليوه يهدر، خليوه يهدر ما تهدوهش. واقع ورغم ذلك هذا ماشي مشكل وماشي باغي نبينها، حيت حنا خصنا نهضروا. نهضروا كنا خصنا نهضروا صباح وعشية على هذا الموضوع اللي 45 عام هو كاين وانت ما بقيناش نهضروا. علاش؟ علاش هذا الشيء كيوقع وهما كيديروا كيهضروا عنا والسياسيين وكيخلصوا الإعلام؟ الإعلام كيتخلص، السياسيين كيتخلصوا باش يهضروا خايب على المغرب، وحنا حتى واحد ما يحضر. علاش؟ حيت حنا مسالمين. راكم تشوفوا يا الجزائريين الله يبارك كيفاش لبسوا دور الضحيه، يعني لبسوا ثوب الضحيه كشغل حنا اللي نظلموهم. قال لك الاعلام تاعنا اللي راهو يهاجم فيهم. نفكرك يا البرتوشي يا المنتن انه في 2021 وبالتحديد في 1 نوفمبر لما استهدفتوا يعني سائقي الشاحنات الجزائريه العزل بطائرات درون، ماشي بالسلاح وانما طائرات درون، يعني قصفوهم ديركت. شوفوا الحقد شحال كبير. وفي اقل من 24 ساعة الخارجية الجزائرية خرجت لكم برد، وفي اخر المقال وش كاين؟ انه هذا الفعل ما راحش يعدي هكذاك، راح يكون كاين حساب اليوم ولا غدوة، وبالفعل تمت محاسبتكم من طرف البحرية الجزائرية. السؤال اللي حبيت نسقسيه لك يا الفايح، هل الشعب الجزائري خرج في مظاهرات؟ لا لا ما خرجش في مظاهرات، لانه على باله باللي الدولة الجزائرية ما راحش تتخلى على وليدها. هل الاعلام تاعنا دار حملات كيما راهم يديروها درك؟ والله ما داروها. هل الشعب الجزائري تاعنا ثاني دار واش راهم دايرين درك؟ والله ما دارها. اذا المشكلة من قلوبكم يا الحاقدين، وخرجتوا في مظاهرات لانه على بالكم باللي الدم المغربي ما يسواش عند النظام تاعكم وما يسواش عند ميمي ستة. حيت حنا مسامحين هم يقتلوا ولادنا سكتوا، خص معاقبة، خص رفع قضية باش يتحاسب أي واحد كان مسؤول على هاد القتل ديال هاد الابن ديالنا. خصنا نحاسبوا هاد وزير الدفاع والمدير ولا الوزير ولا كيف ما كان نوعو على الساحل الجزائري اللي عطى لوردر باش يقتلوا هاد الشاب هذا. نتحداك نتحداك إذا كاين مسؤول مدلهم الأمر، وإنما طبقوا واش كاين في راسهم، طبقوا واش تعلموا في البحرية الجزائرية. تتعدى حدودك ينتهي وجودك. نقطة عد إلى السطر. ما كانش ضامنوا مع أسر الضحايا خوتنا مغاربة اللي تشوفوا برصاص الغدر ديال هاد الناس هادو اللي هما كيكنوا العداء للمغرب، وحنا الحمد لله كمغاربة التاريخ يشهد بذلك. المغرب دائما كيتعاون مع الجزائر، ولكن اليوم علاش قتلوا الإخوان ديالنا؟ وحنا جينا سلميين نعبر على الوطنية ديالنا تضامنا مع إخوان ديالنا الشهداء اللي استشهدوا وسط البحر، اللي مشاو بجولة سياحية، وتنطالبوا إرجاع الجثث ديالهم إلى أرض الوطن. والجزائر راه يعرفوا شكون هما المغاربة، المغاربة هما اللي ضحاوا بالغالي والنفيس لاسترجاع أراضي ديالهم. الله يبارك، واش ضحيتوا واش ضحيتوا، يرحم باباكم واش ضحيتوا. انتوما خيرانصة شبعتكم استعمار، شبعتكم استعمار، برتوشي واحد فيكم ما مات، ما فهمتش واش ضحيتوا، واش ضحيتوا؟ ضحيتوا زعما على الصحراء الغربية؟ مشبعينكم سقلة، حبيتوا تحتلوا بلاد خاطيينكم، فواش راح تستناو؟ بين راح تستناو رد فعل عنيف من عندهم، بين راح تستناو رد فعل من عند الجيش الصحراوي المستقل. شي قالوا على لسان، لسان الرؤساء اللي سبقوا وحكموا الجزائر، حنا كنغضب، حنا حاليا كنعبروا على السخط ديالنا تجاه هاد المجرمين القتل. عبر عبر، التعبير سهل، لكن انك ترد على الجزائر وانك ما على باليش واش دير للجزائر، يعني تهددها مثلا ولا، صعب صعب بالبزاف. انا نقول لك ونعاود لك يا البرتوشي، غير عاود حساباتك قبل ما تخرج في مظاهرات ضد الجزائر. ما تهدروش حاجه ما راكمش قادرين عليها، ما راكمش قادرين على الجزائر. ما كان لا تقولوا حنايا راح نهاجموكم وحنايا كذا، ويلزم يا البراتيش كامل نروحوا للحدود الجزائريه. يوم ما عندكم ما ديروا، ما عندكم ما تقضيوا، من الاخر ورانا نستناو فيكم، كل الجزائريين راهم يستناو فيكم، بدايه مني انا وروح.
45 مليون جزائري راهم يستناو فيكم. حتى الناس اللي راهم عايشين في الغربة واللي راهم معانا يتبعوا في الفيديو هذا، خليوا لهم تعليقات وبينوا لهم باللي راكم حابينهم يجيو للحدود، راكم حابينهم يجيو للحدود باش انتوما ثاني تجيو تشاركوا في إذلال هذا الشعب المرخص. ما قدروش ينطقوا كلمة واحدة، جابوا لهم بنو صهيون إلى المنطقة، ما داروا ولا مظاهرات إلا بعض المظاهرات، يعني وش من مظاهرة فيها 50 بنادم ولا. لكن عندما تعلق الأمر بالجزائر علمتهم الرجولة، خرجوا زعما حابين يطالبوا بالحقوق تاعهم. وش من حق عندك؟ غلطت، عديت حدودك، انتهى وجودك. هذه هي من الأخر، البرتوشي تاعكم اللي توفى هو الغالط. هذه هي وعمي شوف ها وعمي احنا دابا احنا قدام القنصليه الجزائريه. كما راكم تشوفوا هذه راهي دايره مظاهرات قدام القنصليه الجزائريه. المهم المظاهرات ما راحش يخرجوا منهم، راهم مقلبين الدعوه. هذه حقره، هذا ان كريم، هذا انا اساسينا. دابا خلاوهم في البحر منشورين ملي قتلوهم، وحتى البحر رماتهم، واحد رماتو في الجزائر، واحد رماتو في المغرب. اللي رماتو في المغرب البحر راه تدفن، وجبروا في لوكور ديالو 5 بال، 5 ماشي حق 5 بال. ودابا عبد العالي حتى هو مضروب بلي بال، عارفين عليه اللي عنده بزاف ديال البال، وعنده وحده خصوصه في الراس، ودابا مكرفص. ورحنا عندنا لا بروف بلا راه تما في الجزائر، لا قصفتو لنا تما لا تصويره بلا كان في الجزائر. وعندنا جوج سوايع ما بين الجزائر و لا فرونتيير ديال وجده، علاش ما عطاوه لناش في هذوك جوج سوايع ملي جابوه؟ علاش شادينو؟ شنو غادي يديروا به؟ واش ديكور؟ واش تروفي؟ شنو غادي يديروا به؟ عطيوه للموالي يدفنوه، ودوم بعد كل واحد يدير الاجراءات ديالو. علاش باقي تما مستوكي بحال شي كيلو ديال اللحم؟ وين كانت البحريه تاعكم؟ وين كانت البحريه البرتوشيه تاعكم؟ هذا هو السؤال المطروح الان. ثم راكم تلوموا في البحريه الجزائريه، البحريه الجزائريه قلتها لكم ونزيد نعاودها لكم باللي خدمتها هذا ما كان. اما انتوما راكم كثرتوا على ما وصاوكم، والله كثرتوا على ما وصاوكم. فنقول لك البرتوشية الغلطة كانت من عند الناس اللي يدخلوا للحدود الجزائرية. اذا يلزم عليك انتيا تقدمي طلب وتديروا فيديوهات انتوما تبكيو وتتوصلوا للجزائر باش يرجعوا لكم الجثمان تاع السيد هذاك. حبيتوا الذل دوك، تشوفوا مليح كيفاش الجزائر راح تذلكم اليوم وغدوة. المهم قبل ما تخرجوا كامل من الفيديو الجزائريين، اهبطوا لتحت وخليوا اللايك تاعكم. خلي اللايك تاعك، ما راك خاسر والو، راكم تشوفوا راهم دايرين علينا حرب قذره في الاعلام، وحنايا بربي ان شاء الله ما راحش نطلقوهم، وراح نردوا عليهم اليوم وغدوه ونقولوها ونعاودوها تحيا الجزائر دائما وابدا، وشكرا بالبزاف للبحريه الجزائريه. شكرا.